طاقم التحكيم المصري اللي أدار مباراة القمة هو طاقم خلاص اتفقنا كلنا إن هو طاقم تحكيم محترم. بس في سؤال كنت عايز أسأله من وقتها، بس أنا عارف إن الأمور طبعًا قبل مباراة القمة ما يبقاش فيها كلام، بس ليه كابتن محمود البنا تاني؟ ليس تقليلا من كفاءته، وهو كفء جدا، بس برضو احنا عندنا حكام كتير، اكيد انتوا كلجنه بتفكروا في الدور مثلا انه في حكام دوليين كبار عندنا، ليه الكابتن محمود البنا تكرر مره اخرى في مباراه الاهلي والزمالك؟ لا هو طبعا تكرار محمود البنا ملوش تاثير على بقيه الحكام، لان انت لما تيجي تشوف مين حكم الماتشات الاهلي والزمالك الفتره الاخيره، الحمد لله ربنا كان ليا دور في 2014 اللي انا حكمت الاهلي والزمالك، ابراهيم نودين حكم، محمد الحنفي حكم، ابراهيم حكم، البنا حكم، امين حكم، يعني عندنا كل دول حكموا، بالاضافه اللي احنا بنحتاج برضه كابتن حكام على مستوى عالي جدا، محمد عادل حكم طبعا، بنحتاج مستوى حكام برضه بنفس القوه على الفار. هتلاقي احمد الغندور لا يقل عن الناس طبعا، واكيد هيحكم برضه الفتره اللي جايه بيبقى موجود على الفار، بتلاقي محمد عادل، بتلاقي محمود عاشور. فالقصه مش قصه حكمه بس، انك انت بتدور على حكم يديره وخلاص، لا نفس الكلام اثنين مساعدين، نفس الكلام الناس اللي موجوده على الفار جوه. طب كابتن محمد، كابتن محمد بتحطوا معايير مثلا بين قوسين كده ان الناديين هيبقوا راضيين عن الحكم ده، بتحطها في اعتبارك تقول مثلا انه مثلا الكابتن محمود بنا ما عندوش مثلا جدل عند الاهلي عند الزمالك، فتريح دماغه وتحط محمود البنا مع كامل الاحترام طبعا وحفظ الالقاب؟ لا احنا الحمد لله رب العالمين عندنا الحكام ما فيش جدل عليهم الانديه ولا حاجه، يعني خالص. بدليل كلهم بيلعبوا الاهلي وبيلعبوا الزمالك، يعني انت ما تبص كده هتشوف كل الحكام الدوليين والحكام الكبار بيلعبوا هنا وبيلعبوا هنا، مفيش حد ما بيلعبش خالص. فما فيش مشكله، ما بنيجي نعين بس بنحط في الحسبان، يعني يكون مثلا ما يكونش مثلا الاسبوع اللي فات لسه لاعب للاهلي او لاعب للزمالك، هو الحاجات دي كلها ما يكونش عنده ارتباطات دوليه، ما يكونش مثلا مجهد او الحاجات دي كلها، لكن ما عندناش الحمد لله رب العالمين ان القصه ان هم موجودين هنا وهنا، يعني ده يقول لك ده يدل ان هم بيلعبوا للاهلي وبيلعبوا للزمالك، ما دام بيلعبوا ماتشات يبقى من الطريقه المثلى اللي انت هتلاقيهم موجودين في الاهلي والزمالك. وجود الكابتن احمد الغندور على الفار في مباراه الاهلي والزمالك هو تاكيد من اللجنه او مسانده من اللجنه او سبورت من اللجنه ان الراجل ما عملش مشكله او اي خطا في مباراه الاهلي والاسماعيلي؟ هو احمد الغندور ايه المشكله في ماتش الاهلي والاسماعيلي؟ مش اي مشكله خالص. بديل هو كان موجود في الماتش، ما كانش فيه اي مشكله خالص. ما هو ده اللي اقصده. لا هو كان في جدل طبعا، وده كان في بيان من النادي الاسماعيلي يا كابتن محمد، يعني اللي هو اتفضل احترامي طبعا لكل الانديه، لكن انت بتقيم الحكم وفقا للقانون مش وفقا للانديه. عظيم. مش بتكلم طبعا على الانديه، طبعا كامل احترامي النادي الاسماعيلي نادي من الانديه الكبيره المحترمه، لكن انت بتقيمه وفقا للقانون، هو اخطا ولا لا؟ صحيح صحيح. وشيء كان محترم، انا لما شفت كابتن الغندور قلت قوه كبيره من